سحب سيف سيف سيف. دابا هذه مي هذه اللي مجوجه هذا اللي كان طايف مع هذا اللي كيسبو الصغير والكبير هذا تتقاوم هادو قمه النفاق. يلا يلا سيدنا يلا اللي مازال ما جاب الدكه ديالو ينوض يجيب الدكه اللي مبلي بالقهوه يجيب القهوه اللي مبلي بكاب اتاي يجيب اتاي. اشوف على من كبنا هذا الكاس ديال اتاي. ديروا لايك للفيديو الا كنتي مازال ما اشتركتي في القناه تلقى واحد البطونه حمراء تما بريك عليها تولي بيضاء وفعل داك الجرس اللي حداها وجيني الانستغرام ها هي والفيسبوك ها هو كبواتي دير هادشي على من كباتي. نبداو الحلقة على بركة الله. فاش كتصيفط ليها اوديو حدا صحابك مازال كالمعطيان فاش في الاخر فين يقول لك لا راه ما غير معايا صحابي راه ما نصيفطلكش اوديو ما تبقايش تنكراي تقول لي لا راه هذا راه كيخون ولا كذا ولا ولد الحرام ما بغاش يصيفط لي اوديو حداه شي لا راه وحده صحابو داكشي علاش ما بغاش يصيفط لك اوديو ها علاش ايش فين يقول لك الخطره راني مع صحابو صحابي تفهمي الامر ها علاش وما تقوليش كيفاش ما تقوليش كيفاش يا بنادم صاحبي وما تخممش انت مالك اصاحبي انت مالك لا لا انا مزاو هاي طح هاي طح لا لا اخيت اخيت واش عندك بحال هادي لا هادي انا نضرب فيها لا غادي تجيبها لي في وجهي لا لا اخيت اخيت استاذ قربوا له زيد قاصح انت حجنبي يا جابها في رجلو ياك جابها في رجلو والله الا جابها في رجلو بالله ياك والله الا جابها في رجلو عين كيعرف انك تدخلو والله الا جابها نكتالكم راه ما تتيقونيش دائما احلو بويا عمر بالرجوله حلو بويا عمر هذا مزاوك في المسؤولين والحكومه حلو بويا عمر وتا دوك المسؤولين يدخلوا بويا عمر تا هو فيك تدخل عشرانك للدار وكيتسلط عليك باك وبالاخص ديك العشره ما كيحملهمش ما تيحملهمش تكون مدخلهم غير بالتخبيعه ولا شي حاجه وكيصدق كلاكم باك هو ما تيحب هاكي كيديروا كلشي مكريط كلشي مكريط حبس حبس اخويا راه كوبي رايت شو كي كان شو كي ولا الله يخلي لي هاد شويه الزغيبات اللي عندي ساتريني الله يا حمدتك وشكرتك يا ربي على هاد الزغيبات هادو حمدك وحمدتك وشكرتك بعدا غير شي شويه بعدا غير المهم تيسهل الله في شويه الفلوس نمشيو نديرو الزراعه نزيدو اللحيه هكا تكون عامره حيت انا عندي الخوان هنايا ولكن المهم الحمد لله واخر حاجه نفكر فيها هي ندير شي نهار شي تحدي ونحيد اللحيه يكون دي عبارة عن وساخة الله يلعبرتي عليه بالله عمي الحاج الله يلعب بول الوساخة الله يلعبرتي عليه عبرتي داكشي اللي كنت باغي نقول قلتيه شكرا راه شوف بالرجل راه ما بقى ما يعجب راه ولينا حنايا في واحد الوقيته الله يسر مع الله يحفظ مع الله يسر راه غادي يجي واحد الوقيته مع تطور الطب وكذا فهمتي وبنادم يبقى يقلب ويشقلب وهذا تلقى بنادم كيتزوج ويدوز عام عاد يكتشف باللي هذاك هذيك اللي تزوجها راه هي اصلا هو كان فهمتي ومشى دار واحد العمليات وكذا وباش ولا فهمتي داز عام ديال الزواج كاين اللي تقول في عام ونص كاين دابا على الاقرب مازال بدا كيكتشف ديك الحقيقه غير في دوك السوايع الاولى ولا في داك النهارات الاولى كيكتشف باللي ختنا ماشي ختنا راه خونا هذا الفيديو شفتو هذا الفيديو شفتو ولكن المهم يجيبها المهم كاينه كاينه المهم جابها المهم البرانسيب جابها دابا شنو هي عيط للكارسون سيمو سيمو
ترقتنا ما غاديش يقول له راه كنت كندير واحد اللعبه وكنت باغي نجيب المعلقه في الكاس وقصت الكاس وهرقته. لا حيت الا قال له هذه الهضره يقول له والله لا شربتيها والله حتى تخلص هذه، ولا بغيتي وحده اخرى غادي تخلص الثانيه، ولكن غادي يزرب عليه سيمو واش اش مالك يقصها وطاحت. الا جيت نحرك السكر ومعلقه زلقه طاحت يقول له راه نشونجي يا كار. انها غرفتها اقسم بالله لا ما تحل فيها خالتي وعايشه فيها اوكي عايشه فيها 24 ساعه. هاد بنتك مسحوره يعني اذا ابد نزلت تغدت تعشت مع اهلها. شوفوا منظر الغرفه لا مو كذا جد والله اوفر. شلون تتمكيج شلون عايشه ورب ولا استقلبتي بقشي تما تلقاي شي طوبه والده تما ولا شي حاجه يقلبي بقى يتحرك داك الشيء تقدر تلقاي شي حنش ولا شي لعبه ساكنين معاها. هاد بنتك الشريفة راه ما خدامهاش للجواج بالرجولة ما صالحاش. هاد البنت ديالك خليها في ديك الغرفة بالرجولة غير خليها عايشة بخير وعلى خير. عندك تمشي تزطمي على شي واحد المهم بحار اخويا. انا راه غادي نقول لكم الاحسن الواحد ما يجيش للبحر اش عندك ما تجي دير في البحر المسخنة والعرق. خلي الواحد غادير انت في دار ما عندهم ما يشوف اخويا. انا داك يقول مجتمع اش من مجتمع ذكوري هذا مجتمع ذكوري هذا فين مذكور مجتمع نتوية هذا مجتمع مراوي نسوي 100% كلشي عريان الله يستر. اش غادي نقول لك هنا تنقولك مسخنا اخويا اش غادي نقول لك كلشي عريان هنا كلشي مسخ على طرف كي داير تبارك الله. المهم بحر اخويا انا راه غادي نقول لكم الاحسن الواحد ما يجيش للبحر اش عندك ما تجي دير في البحر قردي. انا غادي معاك السط على نيتي كاز كتغير المنكر كاز عليهم العراو كذا وانتيا وانت اصلا غادي على داكشي غادي تمنظر ما غاديش تبحر خويا. حنا كنمشيو للبحر باش نتبحروا كنبقاوش غاديين باش نشوفوا والعيد. لا خويا كل واحد تبقى انت حاضي عباد الله صاحبي سير تبحر. حنا انا شخصيا كنمشي كتبحر تمشي تنعوم وجهيني تنعطي للبحر كندير لا لا تمشي تنتبحر تشوتشو تاخذ تندير الفوطه على راسي تحني راسي تنزيد تمشي في حالي تنجي في حالي. هادي راه ماشي سلوهيه وشنو هي دوبرمان غير اللي ما بغاش وصافي 18 درهم للمخ. انا خصني شي جوج بالرجوع خصني شي جوج مخوخ يا جوج بارك جوج كافيين الا فهمتي نولي كنعرف اش نقول وكنعرف اش ندير جوج المخوخ. واصلا ما عندي ما ندير بهم انا هكا عاجبني الحال هكا بخير والله العظيم هكا بلا مخ بخير. الناس تبغيني بلا مخ نهار ندير المخ نبقى نتفلسف ولا نبقى ولا نحبس يوتيوب ولا اللهم يخليني هكا اخويا. ما خاصنيش اخويا اسمح لي ديك 18 درهم زايده فيا غنمشي نشري طلاكوس يلا مسكينة العروسة قمة الفرح. شوف الفرحة في وجهها خلاص العريس لعلكم تخميموا طاع اللهوتة تحطط المسكينة. الله يكون معك أختي والله الله يكون معك باينة ساخطة على أمو ما حاملاش هذا العريس مبزز عليا. واختي هضري قاومي قولي لهم ما بغيت مثلا ما بغيتوش مالك يا اختي قوليها لهم قول له انا ما بغيتوش عطيك نادى علاش تقلبي. ولكن انا ما نقدرش بصيفتي كأم كما قلتي لا باينه ما نقدرش اختي نجاوب بهذاك بتخسر الهضره. اولا الكبيده ديالي سيف دابا هذه امي هذه اللي مجوجه هذا اللي كان طايف مع هذا اللي كيسبو الصغير والكبير هذا تتقاوم هادو قمة النفاق. هادي تتسب هادي البارح بالليل في لايف تتسبها وتخلي الام الوالدين اللي والاخرى عاوتاني تسب الاخر الوالدين وكذا وهذا والاخرى تسب الوالدين الاخر وكيتسبوا الوالدين كاملين. ولا غد اللي كتلقاهم في ستوريات هكا البارح كيسب لامو وهو كيسب لامو واليوم في ستوريات مع نكين وكذا عشيري وكذا الرجوله من الطفوله وكذا قمة النفاق وقمة بعد ما صاحبتي هاني سب لي امي كذا عطيني غير فلوس ماشي مشكل سب لي امي هاني. ودابا هذه كتقيل كتخسر الهضره في اللايفات ودابا طالعه عندهم تقول لهم انا ما نقدرش نخسر الهضره انا ام حريوده هادي كوني يا مولاي السلطان هاديك مولاي السلطان سايده.
تحيه لكم، الله يسهل لكم الامور ويخليكم ديما ناشطين وفرحانين ويحل لكم ربي بيبان الرزق والتيسير. تحيه لهاد الناس هادو اللي مساكن فرحانين وناشطين، كانوا كيهزوا الحديد كيعمروا في الكاميو، تبات لهم العماريه قال له حباس يا محمد طلع نديروا لك فيها، طلع طلع ما طالعش ما طالعش، طلع ندورك في العماريه. تحيه لاي واحد خدام بحال هكا في شي بلاصه فيها الروينه وتكرفيس وتماره وكذا، الله يسهل عليكم يا ربي ويفتح لكم بيبان الرزق. اشرف الحكيم هذا التريكو ب 3886 درهم، السروه بشحال 13660، الصباط 8000 شي جوج المليون ونص. هاد اللبسه هادي دابا هادي مقيومه بشي جوج المليون ونص. دابا انا راه بغيت نشري هاد اللبسه شحال خصني نخدم؟ غادي نحيد داك الكريدي اللي عليا تبقى لي، غادي نزيد عليها، غادي نغير راسي نشوف. كاين شي فيديو اخرى نرياكتو عليه احسن؟ عادي بزز عليا تنبغيك ايوب، والله الا تنبغيك بالله اشوف ندير المستحيل عليك ايوب. انا كاع يوقع كاع ما عرفت شنو، انا وليت تنبغيك. علاش تنبغيك؟ ماشي حتي تنبغيك صاحبي عزيز عليا، انا نتحداك اي واحد باش نبقاو وياك في واحد البيست لي زوينه، نبقاو وياك احترام عادي زوين. ايوب بشكل شكال ايوب عندكم عزيز يا فكرني بواحد والله العظيم نفس واه زعما فكرني بواحد البلاد كان وقع مع ايوب عزت صاحبي وحسن الكبير، هادو جوج مهم فاش وقع لنا بحال هاد الاوديو هادي. راه هذا راه ماشي خونا رمبو لا لا ولا حمق ولا تخرقوا له المشاعر، هذه راه حبوب الهلواسه والعياذ بالله والعياذ بالله. الله يعفو على اللي كي الله يعفو على بنادم اللي كيضرب حبوب الهلواسه وتبقى يبان له الحنان ويبقى يعيط على ويبقى يعيط على صحابه ويبقى يقول له انت يا عشيري وانت خويا وكذا وتنبغيك وهادي. سيادنا الى هنا تنتهي سهرات اليوم، تهلاو في ريوسكم، ميعادونا ان شاء الله الحلقه الجايه. تحيه لكم وتهلاو في والديكم يتوب عليكم.